صباح الخير وصباح النور وصباح الربح عليكم كامل البنات، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي احسن الاحوال يا ربي. في اليوم فقط شويه بكري، ولدي مازال نعس، قلت غادي رفيق نجمع دروينه دار البنات صباح مرونة، عارفين مع العطله وهذاك خلي كل شيء في خاطره. وكنا خارجين وهذا فما قديش نجمع الكوزينه، فهمنا انا غيبان لكم الحاله وداك الشيء ديال الكوزينه كيفاش داير. الكوزينه كامله مشقلبه ما كرهتش ندير هذيك اللعبه ديالها والكوزينه تقاد وتجمع. مهم البنات هانتوما معايا ان شاء الله في هاد لاغوتين. مهم قلت غادي نحيد عليا الكوزينه في الجميع وهذا دغيا علينا الموافق ان شاء الله رايح ونفطروا هكذا مجموعين. المهم نكون نقصت عليا شي حاجه حيت ناعسه وكنفكر في هاد الروينه والله العظيم الا زعما بزاف. هانتوما ليفي عامر هنا عامر كلشي كلشي. مهم هانتوما معايا ان شاء الله هاد النهار ديالي ونشوفوا كيفاش غادي يدوز يا ربي الحبيب. مهم البنات اول حاجه غادا ندير ان شاء الله هي غادي نبدا بالغدا. باغا نسلق القوق نمشي نجبدو دابا من الثلاجه والروز كذلك. مهم ندير هادو يتسلقوا واخا الكوزينه باقا مرونه. مهم احسن من انني حتى نجمع هذا نقضي كلشي دقه واحده. فغادي نمشي دابا للثلاجه نجبد القوق ودابا اي وحده كتفرج فيا نوض يا حبيبه ديالي حيدي العكز وجمعي الدار وحيدي عليك الروينه. بصراحه رحنا كنبقاو مقابل البورطابلات والتلفازه وكنبقاو بلا شي شويه بلا شي شويه حتى كنلقاو النهار طار والوقت دغيا داز. فمن الاحسن اننا نتحمسوا من الاول من الديبار ونجمعوا الدار الا ما تجمعتش في الصباح كتبقى ما كتجمعش يا الصباح يا العشيه من مور الغدا. كيف ما شفتوا معايا انا راه غادي نجمع الكوزينه وغادي نوجد الغدا ديالي في نفس الوقت. غادي ندير الروز ديالي تسلق والقوق وغادي ندير لقامه القطبان ديال اللحم غادي ندير لهم حتى هما لقامه وبصيله وغادي نديرهم في المقله. فغادي ندير غدا اللي خفيف حيت عندي اليوم جميع ديال الدار شويه غادي ندير الميناج. وفصافي كيف ما شفتوا معايا غسلت المعنات واهم حاجه وانتي كتفرجي الفلا فيديو هبطي الحبيبه ديالي لتحت وضغطي لي على اللايك باش الفيديو يتشاف لو ماكسيموم ديالو. هاد لي لايك البنات كيعاونونا غير الفيديو انه كيتشاف اكثر. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا لاشين فمرحبا بكم والف مرحبا. هذه واحد القناه اللي متنوعه كنتمنى انكم تستافدوا منها وتنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بواحد لايك وكومونتير وتابوناو. مرحبا بكم والف مرحبا والناس القدام كذلك فرا هذه ولات القناه ديالكم. وكنتمنى اي حاجه بغيتوها بغيتوني نشاركها معكم بارطاجيها معكم خليوها ليا في التعليق واكيد غادي نبارطاجيها معكم. وهنا كيف ما شفتوا معايا راني بديت كنقي في الخضيره ديالي اللي غادي حتى هي نسلقها وغادي نصوطيها اللي غادي حتى هي نبارطاجيها معكم. كنصوطيها البنات في زويته بلديه والثومه والربيع بزار كمون مليحه كتجي البنات لذيذه مصوطيه في المقيله. ومن بعد غاديه نمر باش ندير الحويجات حتى هما في لا ماشينا لافي يتصبنوا. واللي عنده بحال لا ماشينا لافي ديالتي وما تيعرفش يخدمها يخليها ليا في التعليق ونبارطاجي معكم الطريقه كيفاش ندير ليها وحتى الطريقه ديال تنشاف انهم البنات تيخرجوا ناشفين. يعني الا كانت الشا وكنتي مزروبه على شي لبيسه وخصوصا مع الوليدات الصغار راه تيخرجوا البنات ناشفين غير تطويهم وتحط ست فيهم في بلاصهم. ولكن راه عندهم واحد البروغرام اللي خاصك تبعيه. فهنا كيف ما شفتوا معايا ها هما القطبان ديالي انا الصراحه ما كاينش الوقت درتهم غير في المقله كيف ما شفتوا معايا. وهذه هي التتبيله اللي درت ليهم اللي بزار مليحه تحميره شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الثومه والكمون. فكانت هذه التتبيله اللي درت لها والزيت البلديه والزيت النباتيه كنخلطهم
واكيد القزبر والمعدنوس. فخليت هادشي تيطيب وكملت الجميع ديالي، يعني بحال كنضربو عصفورين بحجر. هذه هي المرأة المغربية، وهذه هي المرأة كدير بزاف ديال لاطاش في نفس الوقت، يعني لي دهنا ولي دهنا ولي دهنا باش يلا تجي مع الوقت هو هذاك. ودابا دخلت للصالون، عفشو الروينه راكم عارف الوليدات الصغار ما كيخليوش الدنيا تجمع. خلاص البنات راه كل حاجه غادي نرجع لبلاصتها، وغادي ندوز معايا حتى سبيغاتور للدار للصالون الزريبيه، وغادي ندوز حتى لهاد المريح هذا، وغادي نمر باش نجمع معايا البيت الاخر. مهم خليكم معايا. ايوا حبوباتي، كيف ما شفتوا معايا هاد البيت هذا راه كان مرجع ليا ولدي حالته. الصراحه راه هادو مر وليدات صغار، ما خاصناش نحبسوهم من اللعب. هذه هي الفتره اللي كيكتشفوا فيها راسهم، كيبغيو يفرضوا وجودهم، كيبغيو يعبروا على الراي ديالهم. والبلاصه انا اللي تنجلس فيها بزاف، حتى ولدي كيبغي يجيب لي جو ديالو ويلعب حدايا. مهم انا نجمع وهو يرون. فخلاص كيف ما شفتوا معايا قديت لي لي جو ديالو، وجمعت هذا البيت اللي كان حالته، وطويت الحويجات، فاكيد الحويج مع هذه الوقيته هذه. يلا كي كتحيدي الحويجات طويهم، كي داروا حويجات اخرين تنشريهم. مهم الحمد لله، الحمد لله على هذه النعم اللي كيعطينا الله. الصراحه الحمد لله ونشكروه. هادو هما الوليدات وخاصنا نديروا لهم خاطرهم. فغادي نشر هاد الحويجات وغادي نرجع لكم باش نبارطاجي معكم الغديوه ديالتي اللي لقيت سلق وحطيته في الطبيسيل. لي بات ديالي درت ليهم المايونيز والطون وشويه البزار شويه المليحه وشويه ديال الكمون والخيزو صوطيته كيف ما قلت لكم في زيتنا البلديه، ومليحه البزار كمون شويه ديال الثومه. وهنايا هاد الجبنيه هادي درت فيها شويه الخل وشويه ديال الابزار. هادي البنات واحد بحال الصلصه كنديرها للقوق، كنحط فيها هاد الوريقات ديال القوق، وكيجيو البنات لذادين مع هاد الصلصه اللي كيكون فيها مليحه بزيره والخل. وهنايا باش غادي ندير البطاطا تشهيتها بالبصله وبالقزبر والمعدنوس والزيت البلديه ومليحه كميمينه بزيره. صافي حتى هي درتها مع التتبيله ديالها ودريساتها في الطبسيل. فكان هذا هو الغديوه ديالنا، ودرت واحد الجي دو اورانج. صافي في البنات هذه هي الغديوه ديالتنا، خفيفه ظريفه. وحتى القطبان ديالي اللي طابوا جو البنات لذادين، حتى هما غادي نبارطاجيها معكم. وكانت هذه هي الغديوه ديالتنا، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هاد النهير هذا اللي بارطاجيته معكم يكون نال الاعجاب ديالكم، وتكونوا استفدتوا منه ولو غير شي حاجه اللي بسيطه، ونكون حفزتكم
وحيت منكم العجز باش تنوضوا حتى نتوما تجمعوا شويه، فما بقى والو لسيدنا رمضان. واكيد تابعيننا بزاف ديال الحوايج، اللهم كل نهار الواحد يحيد شويه ويجمع عليه الدار. صراحه الشقراه ما تيساليش، مهم يخصص وقت للشقى ووقت لراسو ووقت لوليداتو ووقت لصلاتو باش حتى شي حاجه ما تغلبو. وما بقى ليا غير نقول لكم بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله. خليتكم فرحت الله.